للعباد وللناس. ما خلش اوكيت انت بالذات باش نسالك، وانت لا تخفى مواقفك الان في علاقه بمسار 25 جويليا، توينس شيخ على موقف الرسمي لبلادهم خلش اوكيت. قبلها انا نحب نعمل ملاحظه. شوف المقاومه في سياق حركه تحرر وطني ولا عمرها في يوم من الايام كانت حاله عقلانيه، يعني هاي عقلانية السلطة مثلا، لأنه يعني هي السلطة تتحجج بالعقلانية بالعقلية. ولكن عقلانية السلطة إلى ماذا قادت؟ عملنا اتفاقية سلام في أوسلو، بعد أوسلو كان عندنا 60,000 مستوطن عام 93 في الضفة الغربية، صاروا قرابة مليون مستوطن. 670,000 أي 670,000 يعني مستوطن. مصادر أخرى تقول 800,000، وثم مستوطنات يعمروها في النهار ويخرجوا منها في الليل. لكن عموما الحالة الاستيطانية ضعفت أي وفي النهاية اللي حصل هو وضع هو 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 وصلنا الوضع تخطط فيه إسرائيل إلى تصفية القضية الفلسطينية تماماً في إطار مشروع جديد سمي بالمشروع الإبراهيمية إلى غير ذلك. تحولت غزة أيضاً إلى سجن كبير. يعني المقاومة عندما قررت هذا الفعل النضالي، عندما صنعت هذا النصر الكبير في 7 أكتوبر، راهي ما كانتش معناها ما كان شو يقول لك، هو العقلانية شو يقول لك، تعال قبل الحاج عبور، عملية 7 أكتوبر ما هو هدفها السياسي؟ والعمل العسكري في الاخر هدف سياسي، هدف سياسي العقلانيه اش تقول لك؟ احنا رانا دخلنا راهو في نقاش كبير. اول هل اليوم تنجم تجرؤ تقول هدفها حل الدولتين مثلا، التفاوض من اجل حاله سلام دائمه قائمه على الرجوع الى حدود 67؟ حتى اللي رجعوا يتحدثوا على حل الدولتين ما كان لهم ان يطرحوا هذا المشروع من جديد لولا فعل المقاومه. النقطة الأولى. النقطة الثانية قلت لك كان يخطط لقبر القضية الفلسطينية وتصفيتها نهائيا، وأصبح الأمر يتعلق بالحقوق في الحد الأدنى. اليوم رجعت القضية الفلسطينية مش حديث المنطقة العربية فقط، واضح، بل حديث العالم ككل. اليوم هناك في الحقيقة دفع للمنطقة وللعالم لكي يكون إلى جانب الحق الفلسطيني. أنا نحكي بين العقل سمع.